بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب الهداية، شرح بداية المبتدي لمولانا شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر الفرغاني المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله: باب ثبوت النسب. قال: ومن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم زواجها فهو ابنه وعليه المهر. واضح الكلام. الأصل أنه بمجرد ما عقد عليها تطلق. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: عقد عليها مثلا في اليوم لنقل مثلا في 1 شعبان ظهرا، الساعة مثلا 2 ظهرا، فإذا جاءت بولد لستة أشهر من هذا اليوم ولتمام الساعة 2 ظهرا 6 أشهر، قال هذا الولد هو ابنه، يلزم يثبت نسبه ويجب عليه المهر، ويجب عليه المهر. إذن عندنا أن ترتب على هذا العقد أمران: ترتب ثبوت النسب، وترتب كذلك وجوب المهر، وجوب المهر. وسيرد الآن، سيبين لنا لماذا ثبت النسب ولماذا. أنه الآن هنا قد يقول الإنسان: طب هذا ما وطئها، كيف لو جاءت بولد يثبت النسب؟ سيتكلم الشيخ الآن، وسنتحدث يعني عن بعض الإيرادات الواردة على هذه المسألة. قال: أما النسب فلأنها فراشه. النسب ثبت نسب الولد الذي جاءت به لستة أشهر من وقت النكاح، من وقت الزواج، لأن هذه المرأة فراش الرجل، فراش الرجل. قال: أما النسب فلأنها فراشه، لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح فقد جاءت به لأقل منها من وقت الطلاق. فقد جاءت به لأقل منها، يعني لأقل من 6 أشهر، فقد جاءت به بالولد لأقل من 6 أشهر من وقت الطلاق، لأن الطلاق مشروط بالنكاح. وقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فالطلاق مشروط بالنكاح. فقال الشيخ: لأنها جاءت بالولد لأقل من 6 أشهر من وقت الطلاق. قلنا الطلاق مشروط بالنكاح، والمشروط دائما يأتي بعد الشرط بزمان، وإن كان هذا الزمان لطيفا جدا. المشروط يقع الذي هو الطلاق الآن، إنعام، يأتي عقيب الشرط بزمان، وإن كان هذا الزمان لطيفا. فهي لما جاءت به الآن، جاءت به بهذا الولد لستة أشهر من يوم زواجها، فقد جاءت به لأقل من 6 أشهر من وقت الطلاق. فكان العلوق إذن، فثبت أن العلوق، نعم، كان قبل الطلاق. فثبت أن العلوق كان قبل الطلاق في حالة قيام النكاح، في حالة قيام النكاح. يعني الآن المتصور أن النكاح والوطء كان بزمان يسير جدا. هو قال:
إن تزوجت فلانة فهي طالق، فعقد عليها، عقد عليها في كما قلنا في يوم معين، فجاءت بهذا الولد لستة أشهر من ذلك اليوم الذي عقدت به، ما الحكم؟ ثبت نسبه. لماذا؟ لأن هذه المرأة، لأن هذه المرأة هي فراش هذا الرجل، ولما جاءت بالولد لستة أشهر من وقت النكاح فقد جاءت به بهذا الولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق، لأن الطلاق كما قلنا مشروط بالنكاح، والمشروط يأتي بعد الشرط ولو بزمان يسير. فثبت أن العلوق، فثبت أن العلوق كان قبل الطلاق في حالة قيام النكاح. قال لأن قال فكان العلوق قبله، قبله قبل ماذا؟ قبل الطلاق. فكان العلوق قبله في حالة النكاح، يعني في حالة قيام النكاح. الآن قد يقول قائل، قد يقول قائل هذا النكاح لما قال هو إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا النكاح لا يتصور فيه الإعلاق، ولا يتصور يعني لا يتصور فيه لا وطء ولا أن يحصل فيه إعلاق، لأنه هو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فلما وقع النكاح وقع ماذا؟ وقع الطلاق، فكيف تقول يعني حصل إعلاق وحصل وطء؟ ما في زمان، بمجرد ما قال لها لهذه المرأة قال لها زوجيني نفسك، فقال زوجتك نفسي، فقال قابلت، وقع الطلاق، وقع الطلاق، فكيف حصل وطء وحصل علوق؟ إذن الإيراد علينا الآن، الإيراد في هذه المسألة لا يتصور فيه الوطء، أن هذا العقد لا يتصور فيه الوطء ولا يتصور فيه الإعلاق. لماذا؟ لأنه المتصور الآن أنه بمجرد ما عقد عليها ماذا حصل؟ وقع الطلاق، وبدون وطئين، بدون وطئين يعني لا يحصل، يعني لا يثبت النسب لو جاءت بولد. إيه نعم، بدليل أن امرأة الصبي، أن امرأة الصبي لو جاءت بولد لا يثبت هذا النسب. ما الجواب على هذا الإيراد؟ أجاب الشيخ على هذا الإيراد بقوله والتصور ثابت، أي تصور الوطأ، وطأ المرأة وتصور العلوق ثابت، والتصور ثابت. كيف ثابت؟ قال بأن تزوجها وهو يخالطها، يعني عقد عليها وهو يجامعها، وهو يجامع يعني كأنه تزوجها، هكذا الصورة تكون، كأنه تزوجها وهو على بطنها يخالطها، والناس من خارج الغرفة مثلا يسمعون كلامهما، يعني يسمعوا قوله زوجيني وتقول زوجتك، وهو يطأها، يعني وافق الكلام العقد الوطء، فوافق الإنزال، يعني كان الإنزال مقارنا لعقد النكاح. في هذه الصورة يعني إنسان مثلا كان مع امرأة وهو فوقها قال لها زوجيني نفسك، قال زوجتك، حصل وجماع، حصل إنزال، ثم بعد ذلك تطلق. نعم، الآن هذا الكلام غريب جدا، هذا الكلام في منتهى الغرابة، بل هو في منتهى الندرة، يعني في غاية الندرة، يعني ربما لو تصورنا حصول مثل هذا الأمر لكانت ندرته 1 بالمليار، فهي نادرة جدا. نعم، فهذا إيراد ثاني على هذا الدليل، هذا إيراد ثاني على هذا الاستدلال. فإذا هذا الأمر في غاية الندرة، فكيف تبنون حكما شرعيا على أمر في منتهى الندرة ربما لا يحصل،
ربما لا يحصل. ما هو الجواب؟ أجاب بقوله قال: والنسب يحتاط في إثباته. النسب يحتاط في إثباته، معنى هذا الكلام يعني وإن كان نادرا وبعيد الحصول، إيه نعم، نحن جعلناه متحققا. ليه؟ لأن النسب يحتاط في إثباته، فيجب بناء إثبات النسب على هذا النادر. إذا جاءت بهذا الولد لستة أشهر من غير زيادة ولا نقصان من يوم العقد. أما إذا ولدت، انتبهوا أحبابنا، إذا ولدت لأقل من ستة أشهر طبعا لا يثبت النسب. ليه؟ لأنه تبين لدينا أن هذا الولد غير مرتبط بذلك العقد، هي جاءت لأنه لا يأتي ولد أقل من ستة أشهر، فإذا جاء يموت، لا يكون جنينا كاملا. نعم. على كل أحبابنا، هذا الكلام انتهت الآن نوعا ما المسألة المتعلقة بالنسب. هذا الكلام أحبابنا يعني تعقبه الكمال ابن الهمام، تعقب هذا الكمال ابن الهمام، نعم، ويعني كأنه لم يرتضي هذا الكلام. هناك كلام طويل ذكره الكمال ابن الهمام في فتح القدير، يعني من أحب أن يرجع عليه فليرجع، ولكن ظاهره أحبابنا يعني أنه لم يرتضي هذا الكلام، وكأنه يعني مصيب في ذلك، يعني هذا الأمر يعني بعيد تماما. والله تعالى أعلم. الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، تفضل. مولانا، وإن سئلنا يعني وهو يجمعها في حالة أنها تحرم عليها أو تحرم عليه على الزوج، يعني كيف؟ يعني أنها بأن الزوج تزوجها وهو يخالطها، يعني يجمعها، يعني يعني هو الآن أول شيء هذه المباشرة حرام. نعم. هذه المباشرة، نعم، حرام. لذلك يعني كل المتعلق بها هو بعيد الحصول، نعم. يعني كأن إنسان، المتصور الآن، إنسان خلى بامرأة لا تحل له والناس يعلمون بذلك، فكلهم آثمون. ليه؟ لأنهم رأوا منكرا وهم قادرون على رفعه ولم يرفعوه، وهم يعلمون أنه سيفعل معها شيئا ما في الداخل، ثم بعد ذلك هو عقد عليها وهو فوقها وهم سمعوا. يعني هذا في الواقع يعني مسألة بعيدة. على كل، هو الشيخ ماذا علل؟ علل أن الأنساب، النسب يحتاط في إثباته. أين يحتاط في إثباته؟ إيه نعم. والله تعالى أعلم. قال: وأما المهر، الآن الحديث عن المهر، فلماذا أثبتنا يعني له المهر أو عليه المهر؟ قال: وأما المهر فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطئا حكما، إيه نعم، فتأكد المهر به يعني بالوطء الحكمي، نعم. وكنا نحن قلنا في الماضي أنه لو خلى بها خلوة صحيحة يجب المهر كاملا. قالوا: والوطء الحكمي أقوى من الخلوة الصحيحة. أصل أنه يجب عليه نصف المهر، لأنه طلقها لما عقد عليها. ولكن لما قلنا بثبوت النسب تبين أنه كان واطئا لها حكما، فيجب عليه المهر كاملا. قال: ويثبت نسب، والآن مسألة ثانية. قال: ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية، يثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها لاحتمال العلوق في حالة العقد
لجواز أن تكون ممتدة الطهر، ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به بالولد لسنتين أو أكثر، ولو لعشر سنين ولو لعشرين سنة، مطلقة رجعية. مطلقة رجعية، رجل قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، ومضت عشر سنوات، هذه عدتها بماذا؟ بالأقراء. مضت عشرون سنة ولم تقر بانقضاء عدتها، لم تقر بانقضاء عدتها، فهنا عندنا احتمال. هي لماذا لم تقر بانقضاء عدتها؟ في عندنا احتمال أن تكون ممتدة الطهر، طلقها في طهر لم يجامعها، واستمر هذا الطهر خمس سنوات ولم تأتها الحيضة، تبقى ما إيش؟ تبقى في العدة. ثم بعد ذلك حاضت حيضة ثانية، ثم خمس سنوات وهي طاهرة، ثم حاضت الحيضة الثالثة، يعني عندنا ثلاث أطهار، كل طهر عشر سنين قد يكون، قد يكون خمس سنوات إلى آخره. المهم بعد أن طلقها جاءت بولد، نعم، هذا الولد ما لم تقر بانقضاء عدتها يثبت نسبه. ليه؟ قال احتمال العلوق في حالة العدة، يعني يحتمل، ما هي طلاق رجعي، هذا طلاق رجعي، بعد أن طلقها بعشر سنوات كلمها، ما هي أخبارك؟ قالت له أنا ما زلت في العدة، ما زلت في العدة، لم تنقضي عدتي، لم أرى إلا حيضة واحدة، فذهب لزيارتها فوطئها، ليه؟ لأنها تحل له، فبهذه الوطأة ماذا حصل؟ حصل حمل، فنحكم على بمجيء هذا الولد على أنه راجعها، فتثبت الرجعة بهذا الوطئ، بهذا الولد الذي جاءت به لسنتين أو عشر سنوات بعد الطلاق. ليه؟ لأن هذا طلاق رجعي، وهذه المسألة واضحة ومتوقعة الحصول. ممكن، لأننا نسمع كثيرا عن نساء ممتدات الطهر، وهذا ليس بأمر نادر. هذا طبعا الزوج، لما قلنا إحنا يثبت النسب، هذا يعني إذا لم يرده الزوج. طبعا إذا رد الزوج نسب هذا الولد ماذا يحصل الآن؟ يحصل عندنا لعان، لابد الآن من اللعان. ليه؟ لأنها هي الآن زوجته، هي الآن في طلاق رجعي، ولم يثبت انقضاء عدتها. أما لو ثبت انقضاء عدتها طبعا لا يثبت النسب، واضح إن شاء الله تعالى. لذلك قال احتمال العلوق في حالة العدة، أي عدة؟ نحن اعتبرنا أن هذه المرأة إيش؟ ممتدة الطهر، ومهما كان الأمر فهي يعني يثبت النسب. قال لجواز أنها تكون ممتدة الطهر، فإن أقرت بانقضاء العدة، والمدة تحتمل انقضاء العدة بأن كان 60 يوم عند سيد أبي حنيفة رحمه الله، و39 يوما عند الصاحبين. أقرت بطلاق الآن نفس المسألة، طلقها بطلاق طلاقا رجعيا، ثم بعد أن طلقها ب60 يوم عند سيد أبي حنيفة رحمه الله أقرت بانقضاء العدة، ثم بعد ذلك جاءت بولدين، بعد أن أقرت بانقضاء العدة جاءت بولدين، لا يثبت نسب هذا الولد إلا بحالة واحدة، إذا جاءت بهذا الولد لأقل من 6 أشهر من وقت الإقرار، يعني الآن طلقها،
لنقل طلقها مثلا في رجب، طلقها في واحد رجب. هنا عندنا رجب لنفصل 30 يوم، وشعبان 30 يوما، وبعد شعبان نعم بستة أشهر، بعد شعبان بستة أشهر جاءت بولد، ما حكم هذا الولد؟ لا يثبت نسبه. نعم، بعد شعبان بخمسة شهور ونصف جاءت بولدين، يثبت نسبه. كيف يثبت نسبه؟ نعم، يثبت نسبه لأننا تيقنا أن الحمل قائم وقت الإقرار، فيظهر كذبها بانقضاء عدتها. وإلا من أين جاء هذا الولد؟ لابد أن يكون زوجها قد وطئها في هذه المدة، فيثبت نسبه. واضح؟ أعيد المسألة التي هي تتمة لهذا الذي ذكره الشيخ. إذا هي أقرت، هذه المطلقة الرجعية أقرت بانقضاء العدة، وقلنا المدة تحتمل انقضاء العدة، وهي أن تكون 60 يوما عند سيد أبي حنيفة رحمه الله، و39 يوما عند الصاحبين. نعم، ثم جاءت بولد، هل يثبت هذا النسب هذا الولد؟ قال لا يثبت نسبه، إلا إذا جاءت به بهذا الولد لأقل من 6 أشهر من وقت الإقرار. فإذا جاءت به لأقل من 6 أشهر من وقت الإقرار يثبت نسبه، لأننا تيقنا بأن الحمل كان موجودا في بطنها في رحمها وقت أقرت بأنها انقضت عدتها، وإلا كيف جاء الولد لأقل من 6 أشهر؟ فهذا يدل على أنها لما أقرت بأن بانقضاء عدة كانت كاذبة، كانت هي حامل. نعم، ولكن كأنها تريد أن تقطع الطريق على زوجها بأن يرجعها، لا تريد أن يرجعها، فقالت أنا انقضت عدتي. الآن المسألة إن شاء الله صارت واضحة. الله، كذلك أحبابنا، كذلك لو أن هذه، يعني كذلك هذا المسألة، لو أن امرأة توفي عنها زوجها، الله، سبحان، ذهبت المسألة الآن من ذهني. طيب، نرجع لعبارة الكتاب. قال وإن جاءت به، وإن جاءت به لأقل من 2 سنين بانت من زوجها، وإن جاءت به لأقل من 2 سنين بانت من زوجها بانقضاء العدة، وثبت نسبه لوجود العلوق في النكاح أو في العدة، فلا يصير مراجعا في المسألة الأولى، يصير مراجعا لها الآن، قال فلا يصير مراجعا لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل بعده، فلا يصير مراجعا بالشك. وإن جاءت به، يعني جاءت المطلقة الرجعية بالولد لأقل من سنتين. ما الحكم؟ قال بانت من زوجها بانقضاء العدة. كيف انقضت العدة؟ بوضع الحمل، بانقضاء العدة بسبب وضع الحمل.
وإن جاءت بالولد، جاءت المطلقة الرجعية بالولد لأقل من سنتين، بانت من زوجها بانقضاء العدة بسبب وضع الحمل، وثبت نسب الولد. وثبت نسب الولد. لماذا يثبت نسبه؟ قال لوجود العلوق، لوجود العلوق في النكاح، لوجود العلوق في النكاح أو في العدة. يعني الآن العلوق إما أن يكون قد ثبت في النكاح، يعني قبل أن يطلقها، قبل أن يطلقها، والولد عندنا يبقى في بطن أمه سنتين، لذلك قال لأقل من سنتين، لأقل من سنتين. نعم، فهذا الولد يحتمل أن العلوق به، أن علوقه نعم كان وقت قيام النكاح، كان وقت قيام النكاح. قال لوجود العلوق في النكاح أو في العدة، أو عندنا الآن شك، فلا يصير مراجعا. ليه لا يصير مراجعا؟ قال لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق ويحتمل العلوق بعد الطلاق، فلا يصير مراجعا بالشك، فلا يصير مراجعا بالشك. قال وإن جاءت به لأكثر من سنتين، وإن جاءت بهذا الولد لأكثر من سنتين كانت رجعة، كانت رجعة. يا ريت نصحح العبارة أحبابنا، في يعني كانت رجعة، وإن جاءت به لأكثر من سنتين كانت رجعة، لأن العلوق بعد الطلاق والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا منها، فيصير بالوطء مراجعا. وإن جاءت به بهذا، من فاعل؟ جاءت المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية. وإن جاءت المطلقة الرجعية بالولد لأكثر من سنتين كانت رجعة. ليه؟ قال لأن العلوق حاصل بعد الطلاق، لأن الولد أحبابنا كما ذكرنا قبل قليل في مذهبنا لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين، والظاهر أنه منه، والظاهر أن الولد من الزوج، الظاهر أن الولد من الزوج. ليه؟ قال انتفاء الزنا منها. كيف انتفاء الزنا منها؟ لأنه الزنا منتفى من هذه المرأة، غير موجود. ليه؟ لأن نحمل حالها على أنها امرأة صالحة، فحملنا حال المرأة على الصلاح وننفي عنها الزنا. فالظاهر أنه أن الولد منه. ليه؟ قال انتفاء الزنا منها، فيصير بالوطء الذي حصل بسببه العلوق، فيصير بهذا الوطء مراجعا لها، فيصير بهذا الوطء مراجعا لها. قال والمبتوتة يثبت نسب ولدها. والمبتوتة، نعم فضل. في هذه الصور كلها يعني الزوجة المطلقة الرجعية لم تتزوج، يعني انتبه الآن، الصور هذه كلها مصورة في مطلقة رجعية ممتدة الطهر، ممتدة الطهر، طبعا لم تتزوج، لم تنقضي، الأصل مبني على أنها لم تقر بانقضاء عدتها، لم تقر، ما زالت العدة موجودة، يعني ما زالت العدة موجودة. نعم، بارك الله فيك. ثم قال الآن انتقل لمسألة أخرى، كان يتحدث عن المطلقة الرجعية، الآن الحديث عن المبتوتة التي طلقت ثلاثا، أو طلقت طلقة بائنة، أو طلقت طلقتين بائنتين، هذه هي المبتوتة. قال والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين، هذه المبتوتة لأقل من، أن المبتوتة يحرم وطؤها،
المبتوتة لا يجوز أن يطأها زوجها، فإذا جاءت به لتمام سنتين من وقت الطلاق ظهر أن هذا الوطء كان بعد الطلاق، أو جاءت به لأكثر من سنتين، يثبت بذلك أن هذا الولد العلوق حصل وهي في العدة أو بعد انقضاء العدة إلى غير ذلك، المهم بعد الطلاق، ووطئها من زوجها غير متصور لأنه حرام. قال لأنه يحتمل أن يكون الولد، الآن قال والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين، لأنه يحتمل أن يكون الولد قائما وقت الطلاق، موجودا وقت الطلاق، فلا يتيقن زوال الفراش قبل العلوق، فلا يتيقن زوال الفراش قبل العلوق، فيثبت النسب احتياطا، فيثبت النسب احتياطا. اي نعم. طبعا هذا اذا لم تقر بانقضاء عدتها، اما اذا اقرت بانقضاء عدتها، يعني مطلقة مبتوتة اقرت بانقضاء، قالت قد انقضت عدتي بثلاث حيضات، ثم جاءت بولد بعد إقرارها بانقضاء حدتها لأقل من سنتين، الآن يختلف الحكم وسيأتي معنا. الله. مولانا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا سيدي. هل هذا مولانا بالنسبة للرجعية تكلمنا عنه، الاحتمال أنه وطئها بعد الحيضة الثانية بالرجعية، أما بالنسبة للمطلقة طلاقا مبتوتا الأمر منتهي تماما، الأمر منتهي. ليه؟ لأنه يحرم وطئها، يحرم وطئها. فإذا قالت مثلا جاءتها حيضة، وآخر المسألة ماذا قال الشيخ؟ قال فيثبت النسب احتياطا، يعني نثبت النسب احتياطا. على كل يملك الزوج، يعني لمجرد الفراش، لأن الآن هي الآن المعتدة بطلاق بائن المبتوتة، بعض أحكام النكاح ما زالت موجودة إلا الوطأ، فلقيام بعض هذه الأحكام ولتصور أن العلوق كان قبل الطلاق، والاحتمال أن هذا الدم الذي رأته ليس بحيض، يعني اعتبارات متعددة، يثبت النسب احتياطا. هذا كله يا سيدي إذا كان الفراش قارباً، يعني زوجة وليس عن علاقة غير شرعية. لا طبعاً هذا الكلام كله، هو الآن تزوجها وطلقها طلاقاً بائناً، تزوجها وطلقها طلاقاً بائناً، وبعد الطلاق البائن جاءت بولد لأقل من سنتين، هذا الولد لمن؟ قال يثبت نسبه من أبيه، من الزوج. الاحتمال أن يكون هذا الولد، أنه عندنا أكثر الحمل أكثر مدة له سنتان، الاحتمال أن يكون هذا الحمل قد حصل قبل الطلاق، وعندنا الحامل لا تحيض، وإن رأى الدم المرأة الحائض، وإن رأى الدم وكان موافقا لدم الحيض لا يسمى حيضا عند إحنا، وإن رأى الدم المرأة الحامل، هذا منصوص عليه أن المرأة الحامل لا تحيض، وإن رأى الدم وهذا الدم موافق للحيض لا يسمى حيضا، إنما هو استحاضة. نعم جزاكم الله يبارك فيكم. فهذه الحيضة التي رأتها أو الحيضتان
الحيضتين اللتين رأتهما أو الثلاث غير معتبرات، غير معتبرات، غير معتبرات. نعم، طبعا هي إذا قالت هذا الولد من فلان، هذا كله مبني على الحباب، على ادعائها أن الولد من فلان والزوج لم يرد هذا الولد، فيثبت النسب. كيف يثبت النسب؟ احتياطا، لأن الأنساب يحتاط في إثباتها كي لا يضيع الولد، كي لا يضيع هذا الولد، ويبقى حق الأب قائما يعني موجودا بأن يرد، بأن يرد هذا الولد. طبعا الآن صار يفعل ملاعنة، يفعل ملاعنة. الله يبارك فيه. قال وإذا جاءت به لتمام سنتين، هذه المبتوتة الآن، هذه المبتوتة جاءت بالولد لتمام سنتين من وقت الفرقة، من وقت الطلاق، لم يثبت النسب، لم يثبت النسب. قال لم يثبت، لماذا لم يثبت؟ قال لأن الحمل حادث بعد الطلاق بشكل يقيني، يقينا أن الحمل قد حصل بعد الطلاق. ليه؟ لأن عندنا أكثر الحمل سنتان، فإذا الآن هي جاءت بالولد بعد الطلاق بسنتين، فإذا قلنا هذا الولد ثابت النسب، يعني هذا الحمل عمره سنتان وشهر وشهرين إلى غير ذلك، وهذا غير صحيح. نعم، قال لأن الحمل حادث بعد الطلاق، قلنا بشكل يقيني قطعي، فلا يكون هذا الولد منه، من الزوج، لأن وطأها، وطأ البين الزوجة بعد البينونة حرام، حرام، إلا أن يدعيه، إلا أن يدعيه. يعني لم يثبت النسب، نسب الولد إذا جاءت المبتوتة بولد لتمام سنتين من وقت الطلاق إلا أن يدعيه الزوج، ادعى الزوج هذا الولد وقال هذا الولد ابني. إلا أن يدعيه، فإذا ادعاه يثبت النسب، يثبت النسب. كيف يثبت النسب؟ قلنا الأنساب يحتاط في إثباتها، يحتاط في إثباته. قال لأنه التزمه، يعني لو رأى إنسان بالطريق ولد في الطريق مرمي، قال أخذه قال هذا ابني، يثبت نسبه مباشرة، يثبت نسبه بقوله هذا ابني. وكذا هذا من باب أولى هنا، قال لأنه التزمه وله وجه، يعني ولثبوت النسب أو للدعاء، والادعاء الزوج لادعائه أنه ابنه. قال لأنه التزم وله وجه. كيف له وجه؟ قال وله وجه بأن وطئها بشبهة في العدة. كيف وطئها بشبهة في العدة؟ كأن يطأها في العدة البائن، طلقها طلقتين ثلاث، وطئها، جامعها مرة مرتين، فحصل حمل. كيف هذا لا يجوز؟ قال يا أخي أنا والله ما أعرف أنه لا يجوز، ظننت بأنه يجوز، أنا لا أعرف أنه حرام، أنا كنت قد سمعت بأن المطلقة من زوجها تتزين لزوجها. قلنا أخي هذا في الطلاق الرجعي. قال ما عرفت أنه لا طلاق رجعي، طلاق رجعي. فإذا هناك وجه، هناك وجه، إيه نعم، لهذا الوطئ. إيه نعم، يعني حتى سيدي إذا ذكر، إذا ذكر هذه أنه واطئها بشبهة أو بمجرد أن أقصد مولاه، هل يطلب منه مثل هذا التفسير أو بمجرد أن أنه ادعاه؟ لا، هل بمجرد ما قال وطئتها وهي في العدة، الآن يقام عليه الحد، هو زاني، هذا زنا. فإن قال ما أعرف أنه حرام، أي نعم، فربما يطلب منه القاضي أن يحلف اليمين أنه ما يعرف أنه حرام، فصار الآن وطئان، صار الآن وطئان بشبهة، فقال ظننت بأنها تحل لي. لابد أن يبين بأنه ظن أنها تحل له، وإلا إن كان يعتقد بأنها حرام محرمة عليه وقد وطئها فهذا زنا، هو يعلم بأن هذا زنا. نعم،
قصدي يا سيدي لما قلتم انه لو وجد طفلا في الشارع نعم وقال هذا ولدي هل يقبل بدون تفسير بدون يذكر اي يقبل سبب؟ يقبل بدون اي تفسير. لذلك قالوا مولانا لو ان انسان زنى بامرأة فحملت منه لا يثبت نسبه الا اذا ادعاه شرعا لا يثبت نسبه بالزنا. فإذا ادعاه خلاص صار ولده. اما الاصل ان الولد لا يثبت نسبه بالزنا إلا إذا ادعاه الزاني أو إذا بمجرد ما ادعاه يثبت النسب. لماذا يثبت النسب؟ قلنا أن الأنساب يحتاط في إثباتها لأن هذا الولد إذا لم يثبت نسب لأن هذا الولد إذا لم يثبت ولو أقر أنه من زنا نعم ولو أقر أنه من زنا لو أقر أنه من زنا بمجرد ما ادعى قال هذا ولدي ثبت نسبه ثبت يثبت النسب بمجرد الادعاء بمجرد يعني. وهذا من المسائل التي تساهل فيها غاية التساهل. ما دام هذا الولد ليس ثابت النسب من شخص آخر أي إنسان يدعي نسبه له ذلك. ما دام هذا الولد غير معروف النسب فإذا كان هذا الولد إذا كان غير معروف النسب فادعاه يثبت النسب. طبعا يحرم عليه ذلك. يعني أنا أجد ولد في الطريق وأقول هذا ولدي وليس بولدي هذا حرام. أنا أكذب ولكن على الرغم من ذلك يثبت النسب. سؤالي لو الإنسان نسأل الله العافية حصل منه الزنا وأراد أن يثبت هذا الولد لنفسه هذا معناه في عند السادة الحنفية يعني هذا يثبت نسبه إذا ادعاه هو. يعني الأم رفعت دعوة إلى القاضي وقالت هذا ولد فلان من الزنا وأتت بشهود لا يثبت نسبه لأنه من الزنا فإذا ادعاه الزاني ثبت نسبه. نعم جميل جزاكم الله الله يبارك فيك. يعني الأصل مولانا الأصل في المسألة إيش هو؟ أن يدعي النسب أن يقول هذا ولدي هذا ابني. نقبل الأولى دون الثانية يثبت نسبه. أما الزنا لا الزنا يحاسب عليه حساب آخر الآن ولكن يثبت نسب الولد. الله قال طبعا هذا لا يعني أن المسألة ليس فيها خلاف ولكن نذكر الآن وسيأتي معنا إن شاء الله مفصلا ولكن الأصل في المسألة هذه أنه بمجرد ما ادعى زيد نسب هذا الولد وهذا الولد ليس له نسب معروف يثبت النسب بالدعوة. طيب. قال فإن كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها يعني إيش صغيرة؟ يعني لم تبلغ بعد ولكنها كما يقال يعني ضخمة عبلة عمرها 9 سنوات هي في حالة المراهقة جسمها كبير
ولها صدر مثلا إلى آخره، ولكنها لم تبلغ بعد، لم تبلغ بعد، ولكن متوقع اليوم، غدا، الأسبوع هذا، بعد 10 أيام، هي في أي لحظة الآن متوقع بلوغها، لأنها بجسم لابد أن تكون قد بلغت فيه، لأنها بجسم لابد أن تكون قد بلغت به. مولانا، هو التبني حرام، وقلت أنا لو ادعى هذا الولد أنه ابنه هذا من باب التبني وهو حرام، ولكن نثبت النسب بمجرد الدعوة، بمجرد الدعوة نثبت النسب، فهو يحرم عليه أن يفعله، يحرم عليه أن يفعله. يعني لما يكبر هذا الولد، يكبر هذا الولد ويعلم بأنه ليس ابن فلان، يحرم عليه أن يأخذ من تركته، هو يحرم عليه أن يأخذ من تركة أبيه الذي نسبه إليه وهو ليس بابنه، إن علم أنه ليس ابنه. يعني أنا لما يدعي زيد من الناس، لما يدعي زيد من الناس أن فلان ابني، هذا تبني، هذا تبني، أي نعم. ولكن كما قلنا الأنساب يحتاط في إثباتها، يحتاط في إثباتها، فإذا ادعاه، ومر معنا هذا في بحث اللقيط، مر معنا هذا شيء منه في بحث اللقيط، قال فإن كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها، فجاءت بولد لتسعة أشهر، يعني جاءت لولد تسعة أشهر، يعني من وقت الطلاق، من وقت الطلاق طبعا، وهي قال فإن كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها، فجاءت بولد لتسعة أشهر، قال لم يلزمه حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر، لم يلزمه حتى تأتي به لأقل من تسعة أشهر عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف، وقال أبو يوسف يثبت النسب منه إلى سنتين، لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا ولم تقر بانقضاء العدة، فأشبهت الكبيرة، فأشبهت المرأة الكبيرة، قال لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا ولم تقر بانقضاء العدة فأشبهت الكبيرة. كيف يعني يحتمل أن تكون حاملا وهي غير بالغة؟ ما هو وجه هذا الاحتمال؟ الجواب عن أبي يوسف رحمه الله أن الكلام إنما هو في المراهقة المدخول بها. طبعا المراهقة عندنا نحن في حكم الشرع، من هو المراهق؟ من هي المراهقة؟ هي التي أو هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ، يعني بينه وبين البلوغ شهر، شهران، يوم، يومان، هذا هو المراهق. أما في هذه الأزمنة المراهق يصير عمره 30 سنة ويقولون يا أخي اتركه، هذا الإنسان مراهق، لا هذا الكلام غير باطل، هذا بمجرد ما بلغ أو بلغت، بلغ صار رجلا، بلغت صارت الآن امرأة، صارت مكلفة شرعا. فالآن هذا المراد بالمراهق الآن. قال فإذا الآن المصورة، مثل مصورة في امرأة مراهقة، امرأة مراهقة وقد دخل بها، وهذه المراهقة يحتمل أن يحصل الحمل أو الحبل فيها، يعني كما قلنا بمجرد ما بلغت يمكن صارت مهيئة للحمل، إيه نعم، فتحتمل أن تكون حاملا وقت الطلاق،
فيكون انقضاء عدتها بوضع الحمل. ويحتمل كذلك أنها أيضا قد حبلت بعد انقضاء العدة بثلاثة أشهر، لأن عدتها هي بالشهور. أي نعم بالشهور. ويحتمل أنها حبلت بعد انقضاء العدة بثلاثة شهور. وإذا كانت الأمر كما قلنا الآن، كان حكمها هكذا، يقول أبو يوسف، يقول كان حكمها كالبالغة إذا لم تقر بانقضاء العدة. البالغة إذا لم تقر بانقضاء العدة يثبت نسب ولدها في سنتين، يثبت نسب ولدها في سنتين. هذا وجه الاحتمال عند أبي يوسف. أما سيد أبو حنيفة رحمه الله والإمام محمد قال ولهما أن لانقضاء عدتها جهة متعينة لانقضاء عدة هذه الصغيرة جهتان متعينة. ما هذه الجهة المتعينة؟ وهي الأشهر. القرآن يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة أشهر. فهذه المرأة المبتوتة الصغيرة التي جامع مثلها وهي صغيرة لم تحيض، لانقضاء عدتها جهة معينة وهي أشهر. قال فبمضي هذه الجهة المتعينة، المدة المتعينة، يحكم الشرع بالانقضاء وهو في الدلالة فوق إقرارها. يعني حكم الشرع بالانقضاء عدتها فوق إقرارها بانقضاء العدة. حكم الشرع بانقضاء عدتها فوق، يعني أقوى من إقرارها بانقضاء العدة. يعني إذا كان الشرع قد حكم بانقضاء عدتها وهي لم تقل قد انقضت عدتي، ما الحكم؟ حكم الشرع مقرر أقوى من إقرارها. قال وهو في الدلالة فوق إقرارها. ليه؟ قال لأن حكم الشرع بانقضاء عدتها لا يحتمل الخلاف، والإقرار يحتمله، يعني إقرار المرأة بانقضاء العدة يحتمل الخلاف، يحتمل أن تكون كاذبة. فلو أقرت المرأة، وهذا مرة، هذه مرة معنا المسألة قبل قليل، لو أقرت المرأة بانقضاء عدتها ثم بعد ذلك ولدت، أو لو أن هذه التي، أو نقول هذه الصغيرة التي يجامع مثلها ولم تحل، لو أقرت بانقضاء عدتها، ثم بعد ذلك ولدت لستة أشهر، لم يثبت النسب من هذا الولد. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. قال لأنه قلنا الحكم الشرعي، لأنه انقضاء العدة بالحكم الشرعي لا يحتمل الخلاف، والإقرار يحتمله. كيف يعني الإقرار يحتمل الخلاف؟ نأتي بمثال. لو أن امرأة، هذه مسألة قبل قليل مرت معنا، لو أن امرأة مثلا أقرت بانقضاء عدتها وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار، ماذا قلنا؟ قلنا يثبت النسب، وظهر لنا بأنها كانت كاذبة بإقرارها. فإذا الإقرار يحتمل الخلاف، أما الحكم الشرعي بانقضاء العدة لا يحتمل الخلاف، لذلك كان الحكم الشرعي بالانقضاء فوق وأقوى من إقرارها بالانقضاء أو عدم الانقضاء.
قالوا إن كانت مطلقة طلاقا رجعيا فكذلك الجواب عندهما، وإن كانت الصغيرة يعني مطلقة طلاقة رجعيا فكذلك الجواب عند سيد أبي حنيفة ومحمد، يعني إن ولدت لأقل من 9 أشهر ثبت النسب وإلا فلا. وعنده عند أبي يوسف رحمه الله يثبت إلى 27 شهرا، لأنه يجعل واطئا في آخر العدة، لأن الزوج يجعل واطئا في آخر العدة وهي 3 أشهر. ثم تأتي هذه المرأة الصغيرة المطلقة تأتي بهذا الولد لأكثر مدة الحمل وهو 2 سنين، لذلك جعله 27 شهرا. قال وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة، كانت الصغيرة المطلقة ادعت أنها حبلت أو حبلت في العدة، فالجواب فيها وفي الكبيرة سواء، نفس الجواب، لأن بإقرارها بالحبل، بإقرارها بالحبل وهي في العدة يحكم ببلوغها، يحكم ببلوغها. إنها لأن هذه البنت الصغيرة هي أعرف بأمر عدتها. نعم، فلما قالت بأنها حبلت فهذا إقرار بأنها قد بلغت، فإذا جاءت بالولد لأقل من 2 سنين، جاءت بالولد لأقل من 2 سنين يثبت نسبه في الطلاق البائن. و كذلك تمام، بأقل من 2 سنين في الطلاق البائن. الله. قال وإن كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة فالجواب فيها وفي الكبيرة سواء، لأن بإقرارها يحكم ببلوغها. قال ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها، يثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين 2 سنين، وبين 2 سنين. وقال زفر رحمه الله إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة 6 أشهر لا يثبت النسب. طيب، يثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين 2 سنين. إيه نعم، طبعا هذا إذا لم يكن المتوفى عنها زوجة، ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين 2 سنين، هذا إذا لم يكن زوج المتوفى عنها صغيرا، يعني أو نقول لا، ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين 2 سنين. طيب، هذه المسألة ما لم يكن المتوفى عنها زوجها صغيرة، كذلك الآن. أما فإذا كانت صغيرة، إذا كانت الذي توفي عنها زوجها وهي صغيرة ثم جاءت بولد، لا يثبت هذا النسب، لا يثبت هذا النسب. فإذا هذه القاعدة الآن، يثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين 2 سنين، يعني ما لم يكن المتوفى عنها زوجها صغيرة. فإذا كانت صغيرة لا يثبت هذا النسب، لأنه لا يتصور
أن يكون منها ولد وقد توفي عنها زوجها، وقد توفي عنها زوجها. واضح أحباب الكلام إن شاء الله؟ ويثبت نسب ولد المتوفى عنها زوجها. الآن الكلام متصور في الزوجة الكبيرة، الزوجة الكبيرة نعم يعني البالغة، توفي عنها زوجها وبعد الوفاة، بعد عدتها هذه 4 أشهر و10 أيام نعم، بعد الوفاة بسنة جاءت بولد، يثبت نسبه من الزوج المتوفى، من الزوج المتوفى. لأنه أحبابنا يتوقع أن يكون الزوج قد وطئها قبل وفاته بلحظة، قبل وفاته بيوم، قبل وفاته بيوم. وعدة المتوفى عنها زوجها بالشهور وليست بالأقراء. وقال زفار رحمه الله: إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة، إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر لا يثبت النسب، لأن الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين الجهة، يعني لتعين جهة انقضاء عدتها، وانقضاء عدتها 4 أشهر و10 أيام. فإذا لم تقر هذه المرأة المتوفى عنها زوجها قبل انقضاء العدة بالحبل، فقد حكم الشرع بانقضاء عدتها بالشهور. فإذا جاءت بالولد بعد انقضاء العدة بالشهور، جاءت بالولد لتمام 6 أشهر أو أكثر، لا يثبت النسب هنا. وإلا لو كانت هي حامل، لماذا لم تخبر بأنها حامل؟ يعني هي تخبر لما مات عنها زوجها عدته 4 أشهر و10 أيام، تقول: أنا بعدما مات الزوج أنا لم أرى الحيض في هذا الشهر، والشهر الثاني ما رأيت حيضان، والشهر الثالث، فهذا علامة الحبل، علامة الحبل. هذا ما أراده زفر. قال: فصار كما إذا أقرت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة. يعني فصار الأمر يعني كما إذا أقرت بانقضاء العدة، ثم بعد انقضاء العدة إذا ولدت لأقل من 6 أشهر يثبت النسب، لأننا تيقنا بوجود الحبل قبل انقضاء العدة. أما إذا ولدت لأكثر من 6 أشهر نعم، بعد إقرارها بانقضاء العدة، ما قلنا؟ هذا نقول لا يثبت النسب. وقبل قليل قلنا بأن حكم الشرع فوق إقرارها. هذا كله كلام من؟ هذا كلام زفر. فصار كما إذا أقرت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة، إلا أننا نقول لانقضاء عدتها جهة أخرى، لانقضاء عدة الكبيرة المتوفى عنها زوج، يعني الكبيرة المتوفى عنها زوجها، إنها انقضاء عدتها له جهتان: بالشهور وبوضع الحمل. قال: إلا أن نقول انقضاء عدتها، عدة الكبيرة المتوفى عنها زوجها، جهة أخرى وهو وضع الحمل، بخلاف الصغيرة، لأن الأصل فيها في الصغيرة عدم الحمل، لأنها ليست بمحل قبل البلوغ، ليست بمحل للحمل قبل البلوغ. وفيه شك، يعني في البلوغ الآن، في بلوغ هذه الصغيرة عندنا شك، والحال أن الصغر هو الثابت، الصغر هو الثابت، فلا يزول الصغر بالشك. يعني الآن أراد أن يبين الفرق بين الصغيرة والكبيرة في هذه المسألة. قال: وإذا اعترفت المعتدة
وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من 6 أشهر يثبت نسبه. جاءت بالولد لأقل من 6 أشهر يعني من وقت الإقرار بانقضاء العدة يثبت نسبه، لأنه ظهر كذبها بيقين فبطل الإقرار. وذكرت هذه المسألة قبل قليل. قال وإن جاءت به لستة أشهر يعني من وقت أقرت، الآن أقرت هي بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر من وقت الإقرار، ما الحكم؟ لم يثبت نسبه، لأن لم نعلم ببطلان الإقرار. يعني احنا الآن لم يحصل عندنا علم ببطلان إقرارها بانقضاء العدة، هي التي أقرت بانقضاء العدة فلم يثبت النسب، لأن لم نعلم ببطلان إقرارها بانقضاء العدة لاحتمال الحدوث بعده، يعني لاحتمال حدوث الحمل بعد الإقرار. وهذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة، وهذا اللفظ يعني لما قال هو وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها اعترف، فالمراد بهذا اللفظ يعني هو قوله وإذا اعترفت المعتدة بإطلاقه يتناول كل معتدة، كل معتدة يعني سواء كانت معتدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن أو من طلاق بالأشهر أو من طلاق بالحيض. نعم. فإذا أقرت وجاءت بعد ذلك بولد لتمام 6 أشهر، نعم، لستة أشهر بعد الإقرار، ما الحكم؟ لا يثبت نسبه، لأنها هي التي أقرت بانقضاء عدتها، وما عندنا الآن دليل لإبطال إقرارها. وإذا كان عندنا وجه لإبطال إقرارها فنقول بأن إقرارها كان كاذبا لاستعملناه. أما في المسألة الأولى لما أقرت بانقضاء العدة وجاءت بالولد لأقل من 6 أشهر عندنا وجه ودليل لإبطال إقرارها، لأن هذا الولد جاءت به لأقل من 6 أشهر من وقت الإقرار، فهي إذن كانت حامل لما أقرت بأنها بانقضاء عدتها. أما هنا ما عندنا دليل لإبطال إقرارها، فلذلك نقول هذا الولد لا يثبت نسبه. إلى قال وإذا ولدت المعتدة ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان، إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة. قال إذا ولدت المعتدة ولدا، ولدت المعتدة أي معتدة سواء كان من طلاق بائن أو طلاق رجعي، من طلاق بائن أو طلاق رجعي. وإذا ولدت المعتدة ولدا، نعم، طبعا الآن لابد من تقييد المسألة. وإذا ولدت المعتدة ولدا يعني وقد أنكر الزوج هذا الولد، ولدت المعتدة الآن من طلاق رجعي أو من طلاق بائن ولدا وقد أنكر هذا الولد الزوج هذا الولد، ما الحكم؟ قال لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا، أما إذا لم ينكر الزوج الولد ما في عندنا مشكلة، يثبت نسبه بالاتفاق. إذا لم قال لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان، إلا أن يشهد بولادتها رجل أو رجلان، عفوا رجلان أو رجل وامرأتان، إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج بأن زوجته حامل
فيثبت النسب من غير شهادة، يثبت النسب من غير شهادة. وقال أبو يوسف محمد رحمه الله: يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة. طبعا بشهادة امرأة يا واحدة يعني مسلمة عدلة حرة. لأن الفراش قائم بقيام العدة، لأن الفراش قائم بقيام العدة، وهو يعني الفراش ملزم للنسب. إيش يعني ملزم للنسب؟ يعني يثبت نسب كل ولد تلده هذه المرأة. فإذا كان الفراش ملزم للنسب فلا حاجة إلى إثباته، إذا كان الفراش مثبتا للنسب فلا حاجة لإثبات النسب. فهنا فائدة صغيرة، إيش يعني ما هو المراد المقام؟ لأن الفراش، ما هو المراد بالفراش؟ المراد بالفراش كما نص على ذلك الشيخ البابرتي في العناية، الفراش قال هو تعين المرأة لماء الزوج. المراد بالفراش، وهذه تذكر دائما، ما هو الفراش؟ قال تعين المرأة لماء الزوج، هذا المراد بالفراش. فلما قال لأن الفراش يعني لأن تعين المرأة لماء الزوج، إنعم هذا قائم بقيام العدة، بقيام العدة. قال وهو ملزم للنسب. قال والحاجة إلى تعيين الولد أنه منها، أيوة تمام، يعني أراد أن يقول الحاجة ليست لإثبات النسب، وإنما الحاجة هي أن نعين الولد أنه الذي جاءت به هل هو منها أم من غيرها، هذا ما نحتاجه الآن. أما إذا علمنا يقين بأن الولد جاء منها فيثبت النسب. فإذا والحاجة ليست لإثبات النسب، لأن النسب ثابت بقيام الفراش، وإنما الحاجة إلى تعيين الولد الذي جاءت به هل هو منها أو من غيرها. نعم، قال والحاجة إلى تعيين الولد أنه منها، إلى فيتعين كون الولد منها بشهادتها، يعني بشهادة، هو الضمير راجع لمن؟ للمرأة، بشهادة امرأة واحدة وهي القابلة. تشهد القابلة إذا كانت مسلمة حرة عدلة وشهدت بأن هذا الولد الذي جاءت به الآن هو من فلانة زوجة فلان. قال فيتعين بشهادتها كما في حال قيام النكاح. واضح الكلام إن شاء الله أحبابنا؟ طبعا فيه خلاف بين الفقهاء، هل تقبل شهادة القابلة أو لا تقبل شهادة القابلة، ولعل المعتمد أنه تقبل شهادة القابلة. نعم، هلا هنا مسألة. الشيخ رحمه الله تعالى قال لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان، يعني لا يحل نظر الرجل إلى عورة المرأة. فكيف يشترط أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان؟ كيف يعني؟ ما وجه اشتراط شهادة الرجال؟ هذا أمر لا يحضره إلا النساء
النساء. أجاب الفقهاء بأن الشهادة هنا، الشهادة هنا لا يلزم يعني النظر غير لازم، النظر لا يلزم لصحة الشهادة. كيف؟ أدخلت هذه المرأة بيتا بين الشهود، ناس موجودون يعني أناس موجودون. أعيد فأكرر المسألة الآن أحبابنا متصورة، إذا أنكر الزوج ثبوت النسب، أما إذا لم ينكر ما عندنا مشكلة. أدخلت هذه المرأة بيتا بين الشهود، الشهود يعلمون أنه ليس في هذا البيت إلا هذه المرأة، نعم، لا يوجد غيرها وهي الحامل، نعم. ثم خرجت هذه المرأة وهي معها ولد، معها الولد. كفى ذلك أن يكون هؤلاء الرجال الذين رأوا دخولها وخروجها أو كانوا حاضرين ربما في غرفة أخرى، نعم، كفى ذلك أن يعني يعني كفى ذلك لشهادتهم، لأن تكون شهادتهم صحيحة. إذا لا يشترط لهذه الشهادة أن ينظر الرجل لعورة المرأة ويرى الولد وهو يخرج. طيب، إذا عند الصاحبين قال الصاحبان الفراش ملزم للنسب، ولكن الآن نحن بحاجة للشهود، نحن بحاجة إلى تعيين الولد أنه هل هو منها أو ليس منها، هذا الذي يحتاج إلى الشهادة. قال لأبي حنيفة رحمه الله أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل، ولأبي حنيفة أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل، والمنقضي ليس بحجة. العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل، والمنقضي ليس بحجة، ليس بحجة يعني لا تقوم به حجة، لا يحتج به الشيء الذي انقضى، نعم، لا تقوم به، لا يقوم حجة، لا يحتج به. فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء. نرجع نقرأ دليل سيد أبي حنيفة من أوله. قال ولأبي حنيفة رحمه الله أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل، والمنقضي ليس بحجة، فمست الحاجة إلى إثبات النسب ابتداء. قال فيشترط كمال الحجة. نعم، لماذا يشترط كمال الحجة؟ يشترط الآن عندنا لإثبات النسب أن يكون عندنا حجة كاملة، لأن المرأة الآن هكذا يقول سيد أبو حنيفة رحمه الله، المرأة لما ولدت صارت أجنبية عن زوجها لأن عدتها قد انقضت، نعم، ونسب ولد الأجنبية من الأجنبي لا يثبت إلا بحجة كاملة، نعم، فلا يقضى إذن بشهادة القابلة وحدها، لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. هذا معنى قوله إيش؟ فيشترط كمال الحجة وليس كمال الحاجة. فيشترط كمال الحجة، وكمال الحجة يكون بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. لماذا؟ قال لأن في هذه الصورة الآن نسبة ولد امرأة أجنبية من رجل أجنبي. قال بخلاف ما إذا كان ظهر الحبل أو صدر الاعتراف من الزوج، لأن النسب ثابت قبل الولادة، فإذا كان النسب ثابتا قبل الولادة لا يحتاج إلى إثبات، ولكن تبقى الحاجة إلى ماذا؟ إلى تعيين الولد، هل هو هذا الولد من فلانة زوجته أو من غيرها. الآن إذا أنكر أن يكون هو قال أنا أعترف بأن زوجتي
هي كانت حامل، هي حامل والآن ولدت، ولكن هذا ليس ولدي، هي ولدت ولكن هذا ليس ولدي، أنكر كون المولود ولده، قال هذا لغيري، أنا أريد ولدي، أنا أريد ولدي. نعم، ما الحكم؟ يتعين الولد بشهادة القابلة، تقول القابلة لا هذا هو ولدك فيتعين. هذا كله أحبابنا عند الإنكار، هذا كله عند الإنكار. إذن قال لأن النسب ثابت قبل الولادة، إيه؟ قال والتعين يثبت بشهادتها، يعني بشهادة امرأة واحدة وهي القابلة، وهي القابلة. هنا الله قال فإن كان، قال فإن كانت معتدة عن وفاة، فإن كانت معتدة عن وفاة فصدقها الورثة في الولادة، فصدقها الورثة يعني كل الورثة، كل الورثة فصدقها الورثة جميعهم في الولادة، أو ربما يصدقها عدد جماعة من الورثة. نعم، فسواء صدقها، صدق هذه المعتدة من وفاة جميع الورثة أو صدقها جماعة منهم فيقطع، فإذا كان الذي صدقها، صدقها جماعة من الورثة، عدد من الورثة يعني ليس الكل، يقطع الحكم بشهادتهم، فيكتفى بشهادة رجلين من الورثة، أو بشهادة، يكتفى بشهادة رجل وامرأة، هذه الحجة الكاملة، هذه الحجة الكاملة. إيه نعم، إذا لا يشترط شهادة الكل أو تصديق الكل، يكتفى بتصديق البعض الحجة الكاملة وهي رجلان أو رجل وامرأتان. قال فإن كانت معتدة عن وفاة فصدقها الورثة في الولادة ولم يشهد على الولادة أحد إلا القابلة، أو ربما هي تكون قد ولدت نفسها، هذا معنى قوله ولم يشهد على الولادة أحد. قال فهو ابنه ابن المتوفى في قولهم جميعا. إينا. قال وهذا في حق الإرث ظاهر، وهذا يعني تصديق الورثة في حق الإرث ظاهر. ليه؟ قال لأنه خالص حقهم فيقبل فيه تصديقهم. أما في حق النسب هل يثبت في حق غيرهم وهم يعني من لم يصدقها؟ أنه الآن انقسم الناس فريقين، فريق صدقها وفريق لم يصدقها، فالذين صدقوها أمضينا قولهم، فهل يثبت النسب في حق من لم يصدقها؟ قال أما في حق النسب هل يثبت في حق غيرهم؟ قالوا إذا كانوا من أهل الشهادة، إذا كانوا الذين صدقوها نعم وأقروا بنسب هذا الولد من ذاك المتوفى، وذلك قال إذا كانوا من أهل الشهادة يعني بأن كانوا ذكورا أو ذكورا مع إناث وهم عدول، وهم عدول، إذا كانوا من أهل الشهادة يثبت النسب في حق الجميع، يثبت النسب في حق الجميع من صدق ومن لم يصدق. ليه؟ قال لقيام الحجة، لقيام الحجة يعني حتى يشارك الولد، الولد يشارك المنكرين، يشارك كذلك المنكرين في الإرث. قال ولذا قيل تشترط لفظة الشهادة، ولهذا أو ولهذا قيل، إيش يعني ولهذا؟ يعني والاشتراط كون المصدقين من أهل الشهادة، ولهذا يعني والاشتراط كون المصدقين من أهل الشهادة، قال بعض الفقهاء تشترط لفظة الشهادة بأن يقول نشهد بأن فلان ابن فلان المتوفى، وقيل لا تشترط،
لأن الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم بإقرارهم، وما ثبت تبعا لا يراعى فيه الشرائط، ما ثبت تبعا لا يراعى فيه الشرائط. وضربوا لذلك مثالا: المرأة عندما تسافر مع زوجها نية الإقامة معتبرة من الأصل وليس من التبع، فحكم السفر يثبت للتبع، يثبت للتبع فلا يشترط فيه النية. وهنا كذلك، وهنا كذلك، ما ثبت تبعا لا يراعى فيه الشرائط. ثم قال: وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من 6 أشهر منذ تزوجها، منذ يوم تزوجها، لم يثبت نسبه. والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله.